الحقيقة يعني أنا فعلا سرحت لي خلفية تاريخية بعيدة في كيف إنه الاختيار ده حصل، وكيف المداخل الإبداعية اللي كانت عند هؤلاء الناس في فترة زمنية بعيدة، وعلاقتهم بالمثقفين، وكان أغلب أقل ثقافة. ودي تأخذني لأنه لازم أدي يعني كلام عن هذه الخلفية التاريخية، كيف وصلت درجة هذه الفصاحة والجودة في الغناء السوداني الدارجي إلى هذا المستوى، حتى في أشعار سيد عبد العزيز وأشعار خليل فرح وأشعار وسرور وكده، القصائد اللي بيختاروه كيف يختاروها. مهم جدا الواحد يتحدث في الموضوع دي، لازم يركز على انه في فترة زمنية تاريخية كانت هي سبب خلق هذا الوعي المعرفي. هذه الفترة تظل الفترة من 1924 حتى الفترة 1938 فترة هامة في تاريخ الغناء السوداني بصورة، بل في تاريخ الثقافة السودانية بصورة أشمل، لأنه في هذه الفترة والمجتمع السوداني خارج من حوادث 24 في نوع من الهزيمة وروح الهزيمة وكده والقبضة الإنجليز على البلد وكده، الفترة دي خلقت وعي ثقافي كبير جدا، لأنه في الفترة بتاع 15-20 سنة دي نشأت كل المدارس الفكرية، نشأت الصحف، والصحف بمعنى المجلات زي جريدة الفجر وجريدة النهضة في تلك الفترة، نشأت الحقيبة كمستودع ضخم جدا لأغاني السودانية اللي هي قريبة جدا بالفصحى، وأغاني توريك نوع من استنارة الشعراء وتعلقهم بالعالم. يعني سيد عبد العزيز لما يقول مثلا في قصيدته سيده وجمال فريد خلقوها زي ما تريد، والناس بيفتكروا ما تريد دي كانت ملكة جمال انجلترا سنة 1937. شوف هؤلاء الناس كانوا متسببين، وكثير جدا تلقى هذه الشواهد في الشعر. المهم اقول انه هذه الفترة كانت مهمة لانها فترة نشأت فيها هذه الجمعيات الأدبية الثقافية في مش في سندرمان بس او الخرطوم، في كل انحاء السودان، في كسلة، في الأبيض، في بور السودان، في كلها نشأت هذه الجمعيات ونشأ. وبعدين كان في ازدياد ومعاونة ومساهمة من خريجين معهد العلمي بالذات، طلعت امثال زي تيجان يوسف بشير في تلك الفترة، محمد عبد القادر الكرف، الهادي العمرابي، الهادي عبد الوهاب القاضي، الهادي ادم، يعني طلع الشعر جميل جدا. وكان فيه كمان لأول مرة شعر يعني زي التجاني يتحدث عن العلاقة بين المسيحيين وبين المسلمين، التسامح اللي في السودان في الوقت ذاك، وقصايده يعني ومنت بالحسن بردا وبالصبابة نارا وبالكنيسة عقدا منضد من عزارة، وبالمسيح ومن طاف حوله واستجارة، إيمان من يعبد الحسن في عيون النصارى. ده وعي at that time يعني وعي ثقافي ارتبطت برضو. هنا كمان في أثر كبير جدا كان على أثر الدراسات الفقهية من هؤلاء المجموعة في أثر في شعر السوداني الدارجي. واستمرت هذه الفترة مهمة جدا لأنه ظهرت فيها قصائد خليل فرح، ما هو عارف قدم المفارق، يا محط أمان السلام، وده شوف المفردة الدارجية قريبة جدا من الفصحى، قريبة جدا، وبرات تستسيغ أكثر كمان، لأنهم هم كانوا غير ما يقروا كانوا مستنيرين جلسات المثقفين وكده، وكانوا بيعرفوا الحاصل. فكثير جدا في القصائد مثلا زي ما ذكرت أنا سيد عبد العزيز، وقصائد أبو صلاح ده كان بقى
يعني شاعر مهم جدا في تلك الفتره، في مدرسه لوحده، دي مدرسه اصلا في تلك الفتره، يكسر كثير من المحسنات البديعيه وكده. وظهروا شعراء، وظهر الادب الشعبي زي شاعر مثلا زي ود الرضي، وده برضه شاعر من القامات، واهتمامه بالمحسنات البديعيه، عنده مثلا استشهد قصيدته اللي بيقول فيها شوف الجمال في هذا الشعر، وهو طبعا يدوبة ويغنى في الاقاليم، زي بحر فلق شعرك مسر حالك، زي قمر النصف وشك الصباح صحالك، سارقك النسيم من غفوتك صحالك، مرقرقات دواعيك معجبات بحالك، واهية وحاملة هايل منه كيف حالك. شوف حالك دي جات في عدد من الابيات دي في مختلف المعاني، شوف الوعي اللغوي والفصاحه بهذه. نعم صحيح. انا الحقيقه طبعا لما ذكرت لك الفزلكه التاريخيه اللي ذكرت فيها تطور الثقافه السودانيه، لما وصلت الخمسينات والستينات ظهرت كثير من المدارس الجديده مؤثره بالادب الغربي وبالشعر الغربي، وظهر تركيز اكثر على الدراسات اللغويه على اللغه العربيه بالذات. يعني كانوا الاساتذه والمدرسين في المدارس وكده مهتمين اهتمام ما عقول، وظهر الشعر الجميل جدا، ما هو شعر يعني مختلف، شعر زي ضنين الوعد، اهديتك حبي من فؤاد يبعث الحب نديا، ده شعر جميل جدا، برضه فيه اللمسه الصوفيه، فيه اللمحه الدينيه، لا يستبعد عنها، والنفس السوداني، والنفس السوداني ايوه. فدي قصيده الحسين الحسن. فتلك الفترة دي المدرسة دي نشأت في أول الستينات أو آخر الخمسينات، هذه القصائد كتبت. وبعدين ظهر المبدعين الفنانين زي عبد الكريم الكابلي. نعم. يعني كيف أنا أول ما ظهرت طلع وصديق تربطني به صلات وثيقة، فلما طلعت قصيدة ضنين الوعد في عام 61 أو 62، فأنا أخذت القصيدة دي عبد الكريم الكابلي على أساس إنه دي قصيدة شعر جميل يقراه يعني يستمتع به كشعر، فهو قال لي انا حقراه واغنيه، فانا استغربت انه كيف تغني قصيده من قافيه واحده وطويله وما فيها، تخيلت انها حتكون صعبه عليك، تخيلت انها حتكون صعبه، كانت فيها اجمل موسيقى واجمل غناء، وهي القصيده العربيه الوحيده التي تقدم السودان في كثير من المحافل الخارجيه، وكثير منا حتى كثير من اخواننا العرب لما يسمعوا هذه القصيده يستغربوا، كثير جدا من الشعر السوداني فيه هذا الجمال. نعم. وهذه الروعة، لكن الحسين وصديق انتمياني إلى مدرسة واحدة. نعم. وهي مدرسة تسمى أخوان الصفا، كتبوا قصيدة جدا، كما أن الذي يتحدث إليك أيضا كان عضوا في تلك المدرسة. نعم. وكان هنالك كثير من الأشعار الوطنية والأشعار العربية، يعني أنا عندي قصيدة بغنيها عبد الكريم الكابلي لعبد الناصر في تلك الفترة. نعم. وطارت الحمايم باسمه وحداء، واسمه معالم تلوح كبرياء، من مبلغ الأفغاني بعزمنا الجديد، يضج بالمعاني على المدى البعيد، لك الغد النظير يا مشتهى الخواطر، يا خفقة الصدور يا ملتقى المشاعر، من حرر القنال، من علم الرجال، من زلل المحال، إنه ناصر. القصيدة اللي كتبتها في أكتوبر عام 64 طريق الجامعة، هبت الخرطوم في جنح الدجى، ضمدت بالعزم هاتيك الجراح، وقفت للفجر حتى طلع مشرق الجبهة مخضوب الجناح، يحمل الفكرة والوعي معه والأماني في تباشير الصباح، والتقينا في طريق الجامعة مشهدا يا إخوتي ما أروع. التشطير والتخميس والمجارة كلها ضروب من الفن. الشاعر يعمد إلى أن يغير عجز البيت الأول، ثم في البيت الثاني يغير الصدر، صدر البيت. نعم. ثم يذهب هكذا إلى آخر القصيدة. هناك التخميس، أنه يأتي بشطر خامس، هذا من الفنون والابتداع. وقالوا أكثر قصيدة في الشعر العربي شطرت هي البردة، بردة البصيري، تبركا لأن الناس في كل الأمصار الإسلامية كانوا يلجؤون إلى تشطير هذه القصيدة وأحيانا إلى تخميسها،
وفي الحقيبة هناك كل هذه الفنون، المجاراة والتشطير وغير ذلك، المجاراة في اللحن، المجاراة في الكلمات، التشطير كما رأينا، كل هذا يأتي إعجابا بالقصيدة الأولى. يعني لو لم تكن القصيدة الأولى معجبة لما صنع شعراء مثلها، أو لما جاروها، أو لما شطروها. ثم إن التشطير فيه فن، لأن الشاعر يريد أن يبز القصيدة الأولى بأن يأتي بأشطاره هذه التي تفوق تلك الأشطار. هذه هي الفكرة التي تقوم عليها مسألة التشطير. المسألة فيها صناعة طبعا، فيها صناعة، يعني لا تكون على الشعر الذي يجري على الطبع، ولكن الصناعة تفنن وإمعان، وهو ضرب من الشعر الذي له أيضا محبة عند الناس، خاصة إذا كان الشعر هذا موصولا بالمحسنات البديعية وما إلى ذلك. أنا أعطف على ما بدأه أستاذي سعادة السفير، يعني حينما تحدث عن مسألة الاختيار، كيف كانت اختيارات الشعراء الفنانين، أو كانت اختيارات الفنانين من الشعر، يمكن أن نذهب مذهبا هو أن الشعر الذي غني في السودان من اللغة العربية الفصحى يصلح أن يكون منهج اختيار. انظري كيف اختار التاج مصطفى في زمان مبكر جدا موشحا لابن زهري الأندلسي، وهو أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمعي. انظري كيف اختار هذا الشاعر نفسه شعرا للأخطل الصغير في زمان مبكر، المها أهدت إليك المغلتين. نعم. ثم انظري كيف اختار هذا الشاعر للشاب الظريف محمد بن سليمان التلمساني، أو كما يسمى عفيف الدين، ابن عفيف الدين. توفي في القرن السابع الهجري، لا تخفي ما فعلت بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق. انظري كيف اختار أحمد المصطفى مثلا لوطن النجوم لإيليا أزيمار، وطن النجوم أنا هنا حدق أتذكر من أنا. هذه اختيارات إذا وضعت في بابها، يضاف إلى ذلك ما اختاره للتيجاني يوسف بشير، قصيدة تدل على ذوق الراقي، لأن هذه القصيدة تمثل جماع فن التيجاني يوسف بشير. أيها النائم في مهدي أغاني ولحني، هكذا يا ناعس، هكذا يدفق يا ناعس في حسنك حسني، هكذا ينفذ سلطاني ويستهويك حسني ويستهويك حزني، إنما أصنع من كرمك صهبائي ودني، إنما أسحر عينيك بما تسحر مني. هذه اختيارات تدل على جودة ذائقة الفنانين السودانيين الذين اختاروا هذه النصوص. ونمضي إلى ذلك إلى أزمان قريبة جدا، يعني الناس يذهبون إلى أن أول فنان اختار لنزار قباني في البلاد العربية هو حمد الريح. نعم. نعم. هذا يدل على أننا كنا نغرف من بحور الشعر العربي. عبد الرحمن بشير المهندس الذي اختار الجندل، الجندل غناه محمد عبد الوهاب في مصر، وغناه في السودان عبد الرحمن بشير، وغناها أيضا الكابلي. نعم. نعم. يعني عبد الرحمن بشير في زمان مبكر، حسن سليمان الهاوي اختار صلوات في هيكل الحب لأبي القاسم الشابي، هذا النص في زمان مبكر جدا، يعني لعله أول من غنى هذا النص في البلاد العربية كلها هو حسن سليمان الهاوي. هذه الأشياء تدل على ما ذهبنا إليه، هو أن الغناء المغنى بالفصحى في السودان يصلح أن يكون منهج اختيار يدرس، وأن يكون منهج اختيار تربوي. الأغنية السودانية التي كتبت بالعامية أو كتبت بالفصحى تأثرت بالحركة الرومانسية في المشرق والمغرب، يعني شعر المهجر أو المهاجر وشعر الشعراء الرومانسيين في البلاد العربية، وهؤلاء كانوا يستعملون هذه المصطلحات، يتحدثون عن المعابد. حينما يقول عبد المنعم عبد الحي دقت الأجراس في معبد الحب ونادت، هذه تذكرنا
بالشعر الوجداني الذي كتب في ذلك الزمان في كل البلاد العربية. فالإناء الذي كانوا يغترفون منه واحد، والبئر التي كانوا يمتحون ماءها واحدة. فلهذا وجدنا مصطلحات المحاريب، الحديث عن المحاريب، عن المعابد، عن الصلاة. يعني الآن نحن ذكرنا صلوات في هيكل الحب. الرومانسيون لأنهم وجدانيون كانوا يعمقون هذه الوجدانية بالأثر الديني في الشعر، يتحدثون عن 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 ما يشبه عن ما يمكن أن يشبه الروح الصوفي لتعميق هذا الشيء، كما عند التيجان يوسف بشير مثلا في قصيدة الصوفي المعذب، فيها تأمل وفيها استنطاق للطبيعة. هذا كله أثر في الشعر، في الغناء السوداني أو في الشعر السوداني المغنى حتى الذي كتب بالعامية. فوجدنا هذه المصطلحات التي تتحدث عن المعابي، تتحدث عن الأجواء الدينية بصورة عامة، جوها المعمور يغمره الصمت بهمس من الوساوس فاتر، هذا التياني يوسف بشير. أمثال هذا موجود في الشعر العامية السوداني، لعلهم كلهم أخذوا من هناك من الشعر العربي الفصيح. صحيح. كنت الحقيقة عاوز يعني دي نقطة هامة، لأنه أنا ذكرت لك الجو ذاته الديني أثروا في الحقيبة أو تأثيرهم، قراءاته مثلا القصيدة المعروفة بتاعت أبو صلاح دي بغنوها مرغي المأمون وأحمد حسن جمعة، يا السمحة وفوقك عهود برا وطه وياسين وهود. يعني شوف انت اللي هناك وتستمر كده. ابو صلاح بالذات طبعا في الحياه دي عنده كثير، يعني قصيدته بتاعت يا خلي العيش حرام ما دام على الموت حين ما بين الطريف وطريف الكحيل، كثير جدا في الاشياء دي. فالمصطلح الديني يعني موجود بحكم الثقافه الدينيه بتاعت هؤلاء الناس، بحكم تاثيرهم بهذه الثقافه وباجواء هذه الثقافه، فانعكست كلها في الاغاني. برضو المدايح برضو فيها تأثير كثير دي اليوم، يعني احنا قلنا تكلمنا عن الناحية الصوفية وتستمر يعني المصطلح دي تستمر هذه المفردة الدينية موجودة في كثير حتى في الشعر الشعبي مثلا وفي الدوبيت وفي غيره، يعني منطبق على كلهم. أنا الحقيقة قبل لما كنت أتكلم كنت عاوز حتى أصليك إلى كثير من الأغاني اللي نحن بفتكر إنه الغناء ساعد في نشر الثقافة السياسية لتحقيق الاستقلال. يعني اصطحبت كثير من كان واحد من آليات أو بالضبط لتحقيق الاستقلال. يعني غنى كثير جدا حتى الغنى اللي هو مجهول المؤلف وما معروف أصحابه ساعد برضو أغاني النساء وأغاني الدلوكة وأغاني السيرة وهذه الأغاني كثيرة جدا ساعدت في الوعي السياسي، ساعدت في الوعي السياسي. والأغاني السياسية كثيرة جدا والوطنية انتشرت، يعني حسنا بقول الفترة دي وأنا تكلمت عنها لغاية 38، لأنه في 38 كان موجود مؤتمر الخريجين وهنا تبلورت الفكرة السياسية في وجود مؤتمر الخريجين، واستمرت استمر في المنهج التعليمي الأناشيد اللي حصلت، الأناشيد الوطنية اللي مثلا زي بتاع عبد القادر التلودي بيغنيها زنجار سوداني سوداني جوا وجداني بريد. وبعدين في المدارس الحركة بتاعت النهضة الفكرية الماشية إلى الاستقلال وإلى التحرر، القصائد بتاعت محي الدين صابر، قصائد المؤتمر، صرخة الروة الدوي وللعلا للعلا صحيح يا كنار، كل هذه القصائد ساعدت في خلق اغاني وبترتب منها اغاني وفيها اناشيد، لكن هي عملت في الركب ودفع العجله للاستقلال. فدور الثقافه الغنائيه في هذا الموضوع مهم جدا الحكايه دي. نعم. فكثيره يعني الامثله في هذا وخصوصا الشعر في هذا المجال. نعم. يعني صحيح يا كنار دلوقتي وقصائد محي الدين صابر، محي الدين صابر عنده قصائد جميله جدا كثيره في هذا المجال واناشيد. يعني